تنضم لنا من بيروت الناشطة الاجتماعية لارا رفاعي. أهلا وسهلا لارا، صبح عليك. يعني بداية الجهود اللي بتقوموا بيها نشكرها ونقدرها، وما في شك هذه جهود إنسانية مجتمعية وطنية أيضا بتقوموا بيها. في البداية خلينا نعرف، يعني السنة هذه كانت صعبة جدا عليكم كيعني أنشطة إنسانية ومجتمعية أيضا، خصوصا مع فيروس كورونا. كيف واجهتوا الموضوع وكيف كان أثره عليكم من عمل إنساني؟ صباح الخير من بيروت. صباح النور، يعطيكم ألف عافية. من بيروت السلام إن شاء الله لكل العالم. حقيقة سنة 2020 لحد الآن ما إلها تعبير، ما بعد لهلأ ما إلها تيتر حتى الواحد يقدر يعبر فيها، غير أنه الناس اختربت بيوتها فعليا وانضربت بالصميم بكل شيء عندها. طبعا نحن كانت ايدنا تحت ايد هالناس هيدي كلياتها لحتى نقدر نكون جنبهم، وكثفنا جهودنا بكل ما عنا من طاقة. طبعا نحن وكل المبادرات اللي كانت موجودة والجمعيات وكل الناس حقيقة ما حدا كان عم يتردد لحتى نقدر نوصل لكل العالم كل شيء هني ممكن يكونوا محتاجينه. نعم نعم نعم. لارا، السنة هذه مثل ما ذكرتي كانت سنة صعبة، تدهور الوضع الاجتماعي، الوضع عفوا الوضع المعيشي، الوضع الاقتصادي، وأيضا يعني اللي زاد من يعني صعوبة الوضع الانفجار الأخير. كيف كان وقع عليكم كيعني نشطاء اجتماعيين؟ في يعني بدي اقول لك هيدا طبعا كان كارثه بشريه حلت علينا كوننا نحن احساسنا نحن مش اولاد بيروت، نحن اهل لبيروت. فشو برايك واحد بيقولوا يعني بنته جريحه وبده يدمر لها جراحه؟ طبعا الوجع كتير كبير، الوجع لمس كل الفئات، كل الناس، كل الأديان، كل الطوائف، كل الجنسيات. نعم فعلا لارا، يعني شيء مبكي جدا جدا، كان مبكي يعني. بس أنا يعني يمكن الحزن ما كان بس عليكم لارا اللي هما أهل لبنان، ولكن كان في التفاف دولي وأيضا إنساني حول هذه الأزمة اللي مر بيها لبنان. قولي لي كيف كان التعاون معكم كيعني ناشطين إنسانيين، وإيش أبرز الأشياء اللي قدمتوها إثر الانفجار الأخير؟ أول شيء نحن من هون من قلب بيروت، من قلب سكاي نيوز عربية، بنوجه شكر لكل البلدان يلي تعاونت معنا وساعدتنا وبعدها عم بتساعدنا وحتى إيدنا معنا لحتى نرجع نعيد بيروت مثل ما كانت إن شاء الله وأحلى بإذن الله. وطبعا بيروت راجعة بإذن الله تعالى. نحن طبعا بلشنا من أول دقيقة، كان عنا بلشنا بإيواء الناس. هيدا أول خطوة بلشناها، بلشنا بإيواء الناس. فتحنا طبعا بيوتنا، أمننا للعالم مساكن لحتى تنحط فيها لبين ما نبلش نشوف كيف بدنا النقطة اللي بدنا نبتدي منها بمساعدتهم لإعادة ترميم بيوتهم وإعادة فرش بيوتهم. وهيدا بالضبط يلي نحنا بلشنا فيه الحمد لله، وبلشنا بطريق جديدة عالجايتاوي، بلشنا بكذا منطقة، أخذنا بيوت مع مركز مكتب للاستشارات الهندسية اللي طبعا هو كمان قدموا حالهم ليكونوا معنا خبراء بالأضرار تبع الحرب لحتى يكونوا معنا ويرشدونا ونبلش. نعم لارا، يعني كمان طبعا هيدا الشيء لارا من الأشياء اللي احنا نشيد بها حقيقة، انه انت يعني الحملة اللي جيتي بيها والفريق اللي معاك جو من مدينة طرابلس إلى بيروت، وهذا شيء مش بالسهل خلال هذه الفترة وخلال صعوبة التنقل والوضع العام. ففعلا يعني بادرة إنسانية، واجب وطني، واجب شكرا. برجع بقول لك إنه بيروت هي بنتنا.
نعم. بيروت بنتنا ومش رح نترك بنتنا جريحة أبدا. كما طرابلس، كما طرابلس حقيقة ما فيني أنسى طرابلس، لأنه طرابلس كمان محتاجة كل لفتة وكل انتباه، لأنه الوضع على طرابلس كمان سيء جدا. وطبعا المستوى المتدني بطرابلس للعيش كمان سيء يعني جدا. انت مثل ما ذكرتي لارا لبنان مجدين. نعم لارا، انت مثل ما ذكرتي فعلا لبنان بيمر بأزمة صعبة الأيام هذه، ولكن راح يرجع واحنا متفائلين كثير جداً. حيرجع احسن من اول ان شاء الله في الأيام المقبلة بجهود ابنائها وبالتفاف العالم راجع. كله حولها. شكرا جزيلا لارا الرفاعي من بيروت. صح، ميرسي، شكرا.